السي العربي رازين رئيس جمعيه الوفاق للاطفال في وضعيه اعاقه دينيه اللي غيتكلمنا على هذا النشاط اللي كيتنظم مباراه الدوليه الاستعراضيه بين البرازيل ومنتخب قدماء البرازيل وقدماء العرائش وكذلك معزين بلاعبين محليين. شنو يمكن تقول لنا على هذا النشاط هذا؟ تفضل. النشاط هذا الفضل ديالو كيرجع الجمعية المغربية المقيمة الدولة بريطانيا وي ديال الجمعية أمرو وي على رأس السي خليل العام الآخر جاو عندنا في الصيف جاو لنا الهداية كامل هداية صحاح هداية متينة هداية كسر فلوس هداية جودة بالنسبة لديك الهداية هكا كنا جاو كل ما يكون في وزنا راسنا باش نعملو المحفلة عملنا المحفلة بقات شي يوم كان عندو جوع المحفلة يوم رمضان عيطو احنا بينا في الناس تشهر بينا عملو مقابلة مع فريق قديم ديال المنتخب المغربي قدماء ديال البرازيل واش ممكن تستعد لنا الحفلة مشنا الجمعية ديالنا الأعضاء مشنا تعملوا بعضياتنا احنا قادين عملوا القيمة بهذا التظاهرة هذه انتم غاديين بواحد الفكره ديال الاستمراريه وفعلا دابا هما راه صرحوا قبيله المنير اللي هو عضو في الجمعيه قالوا بانهم غادي قالوا غادي يجيو العام الماجي بمعنى ان هذه المقابله هذه صبحت داخله في يعني في العام الماجي ان شاء الله حتى هما غادي يجيو في المثلى واش جوج بلا ثلاثه ولا ثلاثه بلا جوج؟ لا جوج بلا جوج ثلاثه جوج ثلاثه كيوليو خمسه لا خمسه إلا عملتي جوج كتعمل الثالثة. أنا إلا كنت عامل إلا كنت عامل الثالثة خصك تكون عامل جوج. واش فهمتيني يا ولد دابا عملنا جوج. الأولى وهذه الثانية والثالثة ها هي جاية. ها هي مضمونة. على هذا الإخوان ديال بريطانيا العام الجاي ما جاي. وهذا فخر واعتزاز الأطر الأعضاء المركز اللي صبحوا يعني مشي المغرب لأنه جابوا هذا المنتخب وهذا اللاعبين الدوليين العريش. لأني كنتأسف لو بالنسبة للساكنة ديال العريش كاين الناس اللي مهمين في هاد البلاد اللي عمرهم ما جاو شافوا هاد الباب هاد المحل شنو فيه ما عارفينش شنو عندهم في العريش هاد المحل اللي كاينه بالفضل لسعادة العام اللي وقف معنا الله يذكره بخير الله يوفقه واللي خصنا الناس هو يامنوا بالقدرات والكفاءات ديالهم راه كاينه كفاءات وطور كاينه ناس اللي كيحبوا بلادهم كيحبوا العريش كيبغوا يزيدوا بها القدام في العريش هاد المركز ما كاينش يخا كاين هاد المركز ما كاينش يخا بالنسبه للعريش وبالنسبه للاقليم على هذا الحمد لله اللي سعاده العامل عملوا العين عملوا العينين اللي كيستاهلها اللي كان الحمد لله المعاونه ديال رئيس مجلس البلدي رئيس الاقليم الجهه الحمد لله كيعملوا صفته هاد المركز باش وقف التعاون الوطني هادو على هذا نوليو الموضوع ديالنا ديال الحفله انت جيتي شتي استقبال كي داير فهمتي العدد بهم اكثر من 50 واحد اللي جات بيناتهم جوج فهمتي الحراره ديال الملاقيه معاهم كاملين الحمد لله الحفله هي مساء وفي الخمسة ديال العشية إن شاء الله غنعملوا مباراة في التيران باش غتلعب فرقة ديال البرازيل مع الفرقة الوطنية ودخل فيها بعد اللعبة في العريش. وربي تكون مباراة مزيانة ونربحوا الناس في العريش نمشيو للبرازيل اليوم نمشيو